معانا النهاردة وصفة جميلة جدا لتساقط الشعر ومنع الشعر من الطول وهيطول شعرك وهيغذيه وهيلمعه. الجرجير معانا النهاردة، هنعمل وصفة الجرجير، خلطة جميلة جدا للشعر، بيمنع التساقط ويمنع القشرة وبيلمع الشعر. حاجة يعني النهاردة جميلة جدا، هنستخدمه على الشعر حوالي ساعة وثلاث مرات في الأسبوع. ووصفات ناني التجميلية كلها وصفات طبيعية، يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جميلة، لسه مكملين معاكم في وصفات ناني التجميلية، وصفات كلها طبيعية. معانا النهاردة الجرجير، بناء على رغبة أصدقائي وحبايبي ومتابعيني، عايزين حاجة للشعر، الشعر يعني مش بي عايزينه يبقى ناعم، عايزينه يبقى لامع، عايزينه حاجة تقوي الشعر تغذيه. ما لقيتش عندي إلا زيت جوز الهند والزبادي، الزبادي والجرجير، حزمة جرجير واحدة مليانة فيتامين، جوز الهند برضو، زيت جوز الهند ما بيلمع الشعر وبيقويه وبيغذيه. كمان معانا الزبادي بيطري الشعر وبيخليه جميل جدا. كل ده هنعمله ايه يا جماعة؟ هنفرمه على بعض. الماسك ده جميل جدا للشعر، بيقوي الشعر، بيغذيه، بيخليه لامع زي الحرير، بيطريه، بيتقله، بيتقل الشعر، بيخليه ينمو. يعني ماسك جميل جدا النهاردة في وصفات ناني التجميلية، كلها وصفات طبيعية. هنقدم لكم الوصفة الجميلة دي، هنحطها على البشرة، على سوري، على الشعر. نشوف بس نخلص ونرجع لكم. ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا على الخلاط وهنضرب كله مع بعضه. حطينا الجرجير مع كوباية زيت اللوز، زيت جوز الهند مع الياغورت أو الزبادي، وعملنا الخلطة الجميلة دي، خلطة ممتازة جدا يا بنات، عايزاكم تجربوها لأن الخلطة دي جميلة جدا للشعر، بتلمع الشعر وبتخليه ينمو وبتغذيه، وفيها فيتامينات وحديد وأملاح. يعني وصفة جميلة وكاملة متكاملة للشعر، الشعر المتساقط، الشعر الخشن، الشعر الضعيف، الشعر اللي هو مش بينمو، عايزين شعر ينمو، عايزين شعر يبقى يتقل، وعايزين شعر يلمع، عايزين شعر طويل وجميل، عايزين شعر يمنع التساقط. الوصفة دي جميلة جدا جميلة، جربوها هتعجبكم، وقولولي رأيكم في الوصفة. هنعمل الوصفة دي، هنحطها على شعرنا كلها كده بحالها، هنحطها على الشعر وندلك، ندلك الفروة، ندلكها بالراحة كده لمدة ساعة، هنحطها على الشعر. كمان يعني دي هنعملها ثلاث مرات في الأسبوع، الوصفة الجميلة دي والخلطة الجميلة دي هنعملها ثلاث مرات في الأسبوع. خلطة جميلة جدا، خلطة الزبادي والجرجير وجوز الهند، زيت جوز الهند، ممتازة يا بنات جدا جدا جدا. عايزة رأيكم في التعليقات، قولولي رأيكم، واللي هيجربها يقول لي رأيه فيها. ومستنياكم في وصفات جاية كتير، وصفات ناني التجميلية كلها وصفات طبيعية. وأي حد محتاج حاجة زي الناس المتابعين بتوعي اللي طلبوا مني للشعر حاجة للشعر، عملت لهم اهوت للشعر اللي انتوا عايزينه قولولي عليه، وانا في انتظاركم. واستنوني في وصفات جاية كتير من وصفات ناني التجميلية.